هم الأسود بعزيمة الرجال قد عبروا كندا. كاد أسود الأطلس أن يبلغ المباراة النهائية. عاد أسود الأطلس لبلادهم فاستقبلهم المغاربة. أسودي الأطلس وهم يسجدون معا. لقبهم أسود الأطلس، هم لاعبو المنتخب المغربي الذين زأروا في وجه العالم خلال مونديال قطر. لقب أسود الأطلس لم يقتصر على وصف كتيبة الركراك وحدها، بل التصق بكل لاعبي الكرة الذين حملوا القميص الوطني ممثلين مملكتهم المغرب. ليس لقب أسود الأطلس حديثاً ولم يأتي من فراغ، إنه يجر وراءه قصة مملكة تحاكي قوتها وشجاعتها وعظمتها، قوة أسود الأطلس، لقب له حكاية نتكلف بسردها الآن. نعود إلى العام 22900، نحط بجبال الأطلس المغربية. هذا آخر فصل في رواية سيكون عنوانها أسد الأطلس، ستنتهي على يد صياد فرنسي، ستنتهي على يد تغيرات مناخية تدفع أسد الأطلس للبحث عن حياة خارج أسوار حياته الطبيعية، فإذا به سينقرض. حدث ذلك في عهد الاستعمار الفرنسي للأراضي المغربية. ظن الجميع أن هذه السلالة من الأسود لم يعد لها أثر وأنها انقرضت إلى الأبد، لكن الحقيقة أن المملكة المغربية لم تفرط يوماً في أسودها. بعد استقلال المغرب سيتضح أن الحديقة الوطنية بالرباط تتوفر على أسد الأطلسي الشهير. هكذا ستدشن مرحلة جديدة من حياة أسد الأطلس، الذي أكد المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث هذه السنة أنه وجد بالمغرب قبل 110,000 سنة تقريباً، وفقاً لما أفصحت عنه بقايا عظام عثر عليها تحديداً بالمقربة من مدينة الصويرة على يد علماء الآثار، من بينهم عالم الآثار المغربية عبد جليل بوزكار الذي قاد فريق البحث وحضر ضيفاً مع الزميلة شيماء بحسينة في مجلتها مرايا الثقافة. هذا الاكتشاف يعني الكثير من الأشياء. أولاً مجال تواجد أسد الأطلس بدأ الآن في الاتساع وبدأنا نتعرف عليه أكثر، بمعنى أنه لا يقتصر على منطقة معينة جغرافية معينة، بل يمتد إلى وسط غرب المغرب وبالضبط بناحية الصويرة، مما يدل على قدم تواجد هذا النوع من الحيوانات بالمغرب. في المغرب لا يرتبط لقب وصور أسد الأطلس بلاعبي كرة القدم وحدهم، هو رمز لمدينة إفران التي يجذب تمثالها الشهيرة المنحوت على شكل أسد الأطلس سياحا من داخل وخارج أرض الوطن. إنه أكثر من ذلك، فعلى مدى سنين طويلة في الماضي جسد أسد الأطلس دائما عربون المحبة والولاء والبيعة للسلطان. أسد الأطلس يرمز للعرش أيضا في المملكة المغربية. أسد الأطلس ينعت أيضاً بالأسد البربري أو النوبي، وما كان لقب الأطلس إلا لتمييزه عن غيره في تعبير عن موطنه الأصلي، جبال الأطلس الممتدة من المغرب حتى تونس. عدا ميزته في اتخاذ الجبال مسكناً ومقراً، يجذب أسد الأطلس الاهتمام بشكله المختلف. فروة داكنة يميل لونها للبني الغامق، تمتد من الكتفين حتى البطن، عضلات مفتولة وسرعة في الحركة تساعده على تسلق الجبال والصيد في الأعالي بكل سلاسة وسهولة. أسد الأطلس ليس مجرد لقب، إنه رمز مملكة، رمز فخر واعتزاز.